الفيديو ده انا طالع اقول لك العظمه اللي بيعملها المستشار تركي للشيخ. هتكلم في نقطتين. اول نقطه طبعا يا جماعه، في اكتر من حد سالني يعني ايه تقنيه النص الي ويعني ايه المباراه هتكون ب 42 كاميرا. اولا يا جماعه، كلمه ان المباراه ب 42 كاميرا ده عدد مهول وعدد متميز جدا 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 بالنسبه لي كمباراه طبعا نهائي كاس مصر، حاجه مميزه وحاجه كبيره جدا. فال 42 كاميرا هيجيبوا كل تفاصيل التفاصيل اللي بتدور داخل ارضيه الملعب. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا تقنيه النص الي دي كاميرات متخصصه جدا يا جماعه، جدا ودقيقه جدا، بتدرس او بتحلل 29 جزء من جسم اللاعب. 29 جزء. اي لاعب بيحاول يتحرك جزء من سنتي ان هو يفرق كلاعب مهاجم عن اللاعب المدافع، في ثانية بتدي اشارة لتقنية الفار ان دي